السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو السريع هنتكلم على إيه هي عوائق التنفيذ الناجح للاستراتيجيات. الشركات بتتعب جدا في تطوير الخطة الاستراتيجية، تجيب مستشارين، ورش عمل، تحليلات، جمع بيانات، وتعملوا استراتيجية جميلة وينشروها، وفي الآخر عادة معظم هذه الاستراتيجيات لا تنجح. في واقع الأمر في إحصائية بتقول إن من كل 10 استراتيجيات جيدة 9 بيفشلوا في التنفيذ، واحدة بس اللي بتنجح في التنفيذ. خلينا نشوف الأسباب. عوائق تنفيذ الاستراتيجية حسب ما حددها لنا كابلن ونورتون، ودول من أكبر العلماء في مجال البالانس سكور كارد. أول حاجة، في عائق للنجاح في تنفيذ الاستراتيجية اسمه عائق الرؤية. اكتشفوا إن 5% فقط من القوى العاملة الموظفين بتفهم الاستراتيجية، الإدارة العليا هي اللي فاهمها وعملتها كويس، لكن فشلوا في توصيل الاستراتيجية عشان يبقى فيه لاين اوف سايت ما بين أصغر واحد إلى أكبر واحد في المؤسسة. العائق الثاني عائق الإدارة، الفريق الإداري يفضي نفسه علشان يعمل خطة الاستراتيجية، لكن بعد ما يرجع لعمله ينشغل في الأعمال التنفيذية اليومية ولا يقضي وقت كافي للاعتناء بالاستراتيجية. فوجدوا أن 85% من فريق الإدارة العليا بيقضي أقل من ساعة شهريا لمناقشة الاستراتيجية، لأن هم مشغولين في الدي تو دي أوبريشن زي ما بيقول. العائق الثالث عائق الموارد. احنا لما نحط خطة استراتيجية مفروض طريقة توزيع الميزانية بعد الخطة يختلف عن طريقة توزيع الميزانية قبل الخطة، ولكن اكتشفوا ان 60% من المنظمات فقط لا تربط 60% من المنظمات لا تربط الميزانيات بالاستراتيجية، يعني الاستراتيجية في جهة والميزانية والدفع في جهة اخرى. العائق الرابع والاخير ان عائق الحوافز. 25% من المدراء ترتبط حوافزهم بالاداء، يعني 75% لا ترتبط حوافزهم بالأداء، يعني سواء حققوا الأهداف الاستراتيجية أو ما حققوش هياخدوا المكافآت بتاعتهم، وبالتالي الاستراتيجية لا تنجح في التنفيذ. عشان الفشل هو في مرحلة التنفيذ مش في مرحلة التطوير، الأكاديمية العالمية لإدارة الأداء في المنهجية بتاعتها عندها 3 مراحل ليهم علاقة بتطوير الاستراتيجية، و7 مراحل ليهم علاقة بتنفيذ الناجح للاستراتيجية. كل اللي احنا اتكلمنا عليه على عوائق تنفيذ الاستراتيجيه في واقع الامر احنا بنناقشه بتفصيل كتير جدا في الكورس رقم 5 اللي عنوانه قياده واداره تنفيذ الاستراتيجيه. شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.